أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم بدنا نعمل أكلة قديمة وطيبة وسهلة، هي الداود باشا بطريقته الأصلية والأطيب. مكونات هالأكلة كتير بسيطة وقليلة. أول شي بدي كيلو لحمة مفرومة ناعم، يعني مفرومة على الماكينة مرتين. بدي مقدار دهنة فيها قليل، يعني لا لبلا دهنة بنوب ولا دهنتها كتير، تقريبا 20% دهنة. بصل كبيرة مقطعة بشكل جوانح بدي حطها مع اللحم، وبدي صلصة البندورة اللي بدي أطبخ فيها الطبخة، إما بتكون بندورة مقشرة مضغوطة بالمطربانات، كمان هلأ بحط لكم طريقتها، مقشرة رح أطحنها بمحضرة الطعام، أو اللي ما عندهم هاي البندورة المغتربين بيكون في طماطم أو بندورة بوري، يعني ما هي دبس بندورة، لا هي أخف من دبس البندورة، بتكون بندورة مطحونة، أو منخلط من الاثنين مع بعض، أو بيكون عنا بندورة فريش منقشرة ومنطحنة بمحضرة الطعام بس بدها معها دبس البندورة. بدي تقريبا 3/4 الكوب حمص مسلوق ومقشور، لكن يكون الحمص مو مسلوق كتير مثل لما بنعمله للمسبحة، لا محافظ على قوامه، ومنتخلص من القشرة لأنه بتطلع مو حلوة، بتطفو على سطح الصلصة. معلقة واحدة دبس رمان، ما بدي حموضة إنما مزة خفيفة، ملح وبهار لتتبيل اللحمة وكمان لتتبيل صلصة البندورة. أول شي منتبل اللحمة، ملح وبهار، وأنا بحط معلقتين توست ناشف، هدول المعلقتين بيعملوا تماسك باللحمة وطراوة بنفس الوقت. هلأ بدي قلي كرات اللحم بمعلقة كبيرة سمنة، لازم تكون السمنة سخنة حامية حتى حافظ على شكل كرات اللحمة. بنزل الكرات بالطنجرة اللي فيها السمنة السخنة وما بحركهم لحالهم، هلأ وقت بهز الطنجرة رح يتحرروا بدون ما احتاج اني حركهم بالمعلقة وعرضهم انه يتغير شكلهم او يفرطوا، مجرد انه هز الطنجرة رح يتحرروا اذا هنن اخذوا التشويحة اللي انا طالبتها، ومن كل الاتجاهات بيصيروا نفس اللون. هون بنزل البصل الجوانح، ودائما مع البصل في رشة فلفل أسود، وكمان بشوح بنفس الطريقة لمدة 4-5 دقايق قبل ما أبدأ ضيف البندورة. بدي كوبين بندورة وكوب مي، إن كانت بندورة فريش مقطعتها وفارمتها بمحضرة الطعام أو كانت معلبة، كوبين بندورة كوب مي، وبعدل الملح. بدي خليها عم تغلي على النار لمدة 3 ساعة 25 دقيقة، كمان منضيف ربع معلقة بهارات مشكلة. هلأ بعد ما غلت لمدة 25 دقيقة تقريبا، هذا هو الصوص. بدي صوص بندورة ما له سميك ولا له صايد خفيف. قبل ما أطفي الطبخة بحط دبس الرمان، وقبل التقديم مباشرة منحط الحمص المسلوق والمقشور، وصارت جاهزة طبختنا داود باشا للتقديم، تتقدم جنب الرز بالشعيرية. أكلة كتير كتير طيبة وقديمة. في حال استعملنا البندورة الفريش منقشرها ومنطحنها بمحضرة الطعام، بنحتاج لمعلقة كبيرة أو معلقتين دبس بندورة حسب درجة لون البندورة ونضجها. منقدمها بهالطريقة، منزينها بالسنوبر إذا حبينا، شوية بقدونس، تتقدم جنب الرز بالشعيرية. جربوها بطريقتي الطيبة والأصلية، رح تحبوها كتير، وبشوفكن بالفيديو الجاي.